مساء الخير مشاهدينا الكرام. مشاهدي شوف تي في مباشره معكم من احد اشهر الحدائق في وسط المدينه اللي ما فيهاش الاناره وفيها شي امور اناره نهائيا وفيها شي حوايج فيها الدعاره فيها امور خطيره خاص ضروري بالاناره وكاميرات المراقبه. مشاهدينا الكرام مباشره معكم من احد الحدائق وسط المدينه. يعني شوفوا بنادم كيبان كحل يعني حتى ما فيش اناره، راه متواجدين عناصر كثيره هنايا في الجرده وفي الكريساج. يعني شحال من واحد مشى بوس بنك المغرب ديال الشرطه كيدير كيقول لهم ان التكريسيت في الجرده لي اون فاس بنك المغرب. كتلاحظوا مشاهدينا الكرام من انعدام الاناره نهائيا، حديقة تخطط عليها ملايين صحيحة أو ما شنو نقول إنارة نهائيا. يعني غير اللي ما عنده ما يدار، اللي ما عندوش فين ينعس راه تيجي لهاد الجردات، واللي بغى يقضي الحاجة ديالو كيجي لهاد الحديقة. الجردة فاس بنك المغرب. كاينين حتى شكايات السكان اللي اون فاس الجردة، يعني هما اللي تيشوفو من الفوق اشنو كيوقع هنا. شحال من مرة شحال من مرة كتغوت علينا من تما عباد الله راه هو راه هو راه هو. يعني مشاهدينا الكرام خاص يبدا الحل لهاد الحديقة وسط المدينة اللي كان فيها واحد المسرح ايام الاستعمار وتحييد ودارت هاد الجردة. اقسم بالله ودا البروجيكتورات اللي كيشعلوا ها هما راه كاينين ولكن طافيين، ما يبقى يبان حتى شي واحد. يعني تجلس في الامان، تجلس السلاح في الامان، هنا دخلت تبرك ترتاح غادي يمشي لك ديالك، غادي يديروك قرطانه. الجرده معروفه بالقرطه. متفائلة بالله اختي، هاد الجردة اللي انفاس ماك المغرب راه فيها شي امور خطيرة، فيها شي حوايج كيطراو هنا ما كي تقبلاش ما كي تقبلاش الوضع. هذا بعدا اش داخل يدير هنا دابا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. هنا كاينة القرطة، ردوا بالكم، راه بنادم ملي كيتجلس هنا كيبغي يستريح، شي واحد ماشي ولد كازا كيبغي يبرك هنا راه تيديو ليه ديالو. مشاهدينا الكرام نخليكم في مباشر آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.